طيب امبارح كان في مباراه مهمه جدا في الدوري المصري ما بين طلائع الجيش ونادي اف سي مصر، انتهت بفوز طلائع الجيش بنتيجه كبيره جدا 4-0. المباراه دي شهدت تالق لاعب من اللاعبين المميزين في الحقيقه اللي وحشنا بشكل كبير جدا ووحشين جمهور النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وهو اللاعب عمرو جمال لاعب النادي الاهلي المعار لطلائع الجيش، وهو معانا على الهاتف في هذه اللحظات. يا عمرو مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير، بمس عليك وبمس على كل مشاهدين جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا عمرو، منورنا والدنيا فتحت شويه ولا ايه؟ يعني بدايه ان شاء الله تكون بدايه كويسه باذن الله اللي جاي باذن الله. ان شاء الله الفتره الاخيره يعني انا عارف انت يعني نفسيا ما كنتش جاهز قوي للمباريات، عندك كان في مشاكل كتير جدا، لكن بالتحديد اخر ماتشين بهدفين بشكل ممتاز، فبالتالي بتفكر في المرحله دي ازاي بالنسبه لك؟ والله انت عارف انت مش غريب يا امير، بس انا حابب اوضح للناس ان انا كان فعلا انا ما بحبش ابرر لنفسي مثلا، كويس احط عذر لنفسي، لكن فعلا الفتره فاتت كانت فتره صعبه جدا بالنسبه لي، كان في امور صعبه جدا، فانا اتكلمت ان انا كان حصل لي حاجات كتير ما كانتش بايدي يعني، خصوصا كانت في الفتره الاخيره كانت ممكن حاجات نفسيه كانت مأثره على عضلاتي بالذات يعني، لكن الحمد لله دي الامور بدات الحمد لله. انا محتاج استقرار اكتر، محتاج ان انا اشتغل في جو في استقرار اكتر، كده كده الضغوط النفسيه والعصب يعني انا ما واخد عليها ومتعود عليها، لكن كل اللي انا محتاجه ان انا ابقى الاستقرار في الحته ان انا مستقر وبلعب وبشارك، هيبقى في شكل مختلف والناس بتتفرج على حاجه مختلفه. ومبروك طبعا على مباراه امبارح، ومبروك على الهدف تحديدا، لان الهدف بتاع امبارح بالذات يا عمرو يعني بيفكرنا باهداف عمرو جمال كده زمان مع النادي الاهلي والراسيات المميزه، لكن اللي عايز اسالك تحديدا عليه وهي ضربه الجزاء اللي ضاعت قبل حتى الهدف الاول بالنسبه لكم، وانت اللي شوت ضربه الجزاء فكرت فيها ازاي، وهل اثرت عليك في بقيه المباراه ولا تعاملت معاها ازاي يعني؟ لا والله من انا يعني انا حتى فتره اخيره من الناس اللي مصنفه في الفرقه في ضربات الجزاء، بشوط في التمرين كتير جدا ضربات جزاء وبتعامل معاها بطريقه وبشكل مميز. وامبارح جبت ضربه الجزاء، انا كان نفسي ان انا اعرف اكمل الكوره لان انا كان شكل الكوره حلو، الحمد لله جبت الكوره انتهت ضربه جزاء، وانا اللي كنت المصنف حتى ما كانش في يعني كان رقم اللي كان معايا بيشوط رو او رو طلع مصاب، فاهم؟ فطبعا انا يعني انا حطيت وحاطط في دماغي ان انا احط في زاويه معينه بقوه معينه، فالجون كان موفق فيها وشالها بطريقه مميزه، لكن يعني ما خدتش مني كتير في الماتش، وكنت عارف ان انا هعوضها والحمد لله ربنا كرمني ان انا قدرت ان انا بعد الفرقه ان احنا نعمل مكسب ومكسب بشكل مميز، والثلاث نقط كانوا مهمين قوي لينا يعني بالنسبه لنا. شفنا الفرحه الكبيره بعد احراز الهدف ليك يا عمرو، اسباب الفرحه الكبيره ايه بالتحديد؟ شايفها ازاي يعني؟ والله احنا الفتره اللي فاتت دي احنا كلنا كلعيبه يعني الوضع مختلف، عندنا عناصر كتير جيده في الفرقه، يعني الفرقه عندها تيم، اعتقد ان احنا عندنا تشكيلتين والناس اللي بره كمان ناس مميزه جدا. اتفاجئت جدا يعني بعدم التوفيق اللي احنا كنا بنمر فيه، وخد معانا فتره كبيره قوي، واتحطينا في موقف صعب جدا وغريب جدا ما كانش يليق بالاسامي واللعيبه اللي موجوده، لكن كره القدم ما تعرفش الاسامي كره القدم بتعرف ان انت لو ليك اسم تنزل تحافظ عليه في الملعب، ولو الراجل اللي قدامك بيعمل مجهود 100% انت ليك اسم فلازم تعمل مجهود 200% طبعا عشان تبين ان انت اقدر واكفأ، فده اللي احنا جهزنا نفسنا عليه واشتغلنا عليه كلعيبه وكابتن عبد الحميد التسويني بالذات، لان يعني طبعا ما ينفعش ان انا ما اقولش دور الكابتن عبد الحميد. ده كنت هتكلم معاك فيه طبعا في الموضوع ده، واتكلم معانا كافراد وكمجموعه، ومجلس الاداره برضه كان في دعم كبير قوي من دكتور جهاز ومن العميد احمد المهدي في الكوره، من الناس كلها بصراحه، فكتفنا ان احنا الفتره دي نعدي، نبقى ايد واحده نعدي منها وعشان نعرف نبين الكوره بتاعتنا كافراد بعد كده يعني. عايز اتكلم بالتحديد معاك على الدور اللي انت اتكلمت فيه بخصوص دور كابتن عبد الحميد بسيوني مدير فني جديد لطلائع الجيش، والفرق ما بينه او مش عايز اقول ما بينه وما بين المدير الفني السابق، لكن واضح ان انت فايق شويه يا عمرو، هل تعامل نفسي فرق معاك بخصوص عودتك للتهديف وتالقك، لان انت بخلاف الاهداف كمان تعامل مباراتين بالتحديد قدام المقصه وطلائع الجيش بشكل ممتاز يعني. انت امير انا فعلا بغض النظر على الاهداف ربنا انا حاسس بنفسي في الملعب بشكل مختلف، كويس. انا اتحررت شويه من الاحساس ومن الضغوط،
هو عارف يطلعني كده، خصوصا ان هو كان فيرود من الفراوده الكبيره في تاريخ مصر عبد الرحمن بسوني. يعني كانت مش هتكلم، مش انا اللي هتكلم عليه او في ان انا كفيرود، فالفيرود هو حاسس بالفيرود وحاسس بيعرف يطلع امكانيات الفيرود اللي قدامه ازاي، يتكلم معايا بطريقه مميزه جدا. انا اتقبلتها بطريقه يعني كانت قريبه من مني جدا. ف من خلال الفرقه ومن خلاله قدرت ان انا على الاقل نفسيا اتحرر من الضغوط. يعني انا امبارح من الماتشات ان احنا مضغوطين وفي موقف صعب، لكن انا كنت بلعب كورتي فاهم، فان انا ما اكونش متنرفز او متنشن زي الاول دي حاجه تحسب له، وتحسب ان كمان اللعيبه كانت كلها رجاله. يعني انا ناصر منسي امبارح واللعيبه كلها، يعني ناصر امبارح حط الجون فريحنا نفسيا شويه، فابتدينا الكره بتاعتنا بدات تبان، وده اللي المفروض يحصل الفتره الجايه. فانا بصراحه بقول له شكرا جدا، بتمنى ان الناس كلها تقدم له الدعم الفتره الجايه وان التوفيق يكون ملازمه الفتره الجايه عشان نعمل فتره مميزه معاه باذن الله. رغم جاهزيتك في بعض فترات تولي الكابتن طارق يحيى للقياده الفنيه لفريق طلائع الجيش، لكن انت ما كنتش بتشارك، الاسباب كانت لا ايه؟ ما ظهرتش كتير مع الكابتن. ليه بقى؟ يعني كابتن مسكنا 11 اسبوع، اعتقد انا لعبت معاه 5 اسابيع، وخمس اسابيع في منهم 3 اسابيع ما كنتش جاهز طبيا 100% او فنيا 100%. الظروف كانت بتحكم عليه، لكن ما كناش موفقين في الفتره بتاعه كابتن طارق يحيى. اشتغلنا واجتهدنا، لكن التوفيق ما كانش ملازمنا في الفتره الاخيره. فده ما ينقص يعني ما ينقصش من دور الراجل كابتن طارق او اللي هو عمله مع الفرقه، لكن هي بتبقى كده. انت ممكن الفرقه بتفوق او الفرقه تخدمك او الظروف تخدمك، لكن الظروف ما خدمتناش، وكان في سوء توفيق وعدم توفيق غير مبرر الفتره اللي فاتت لينا. يعني من الماتشات مثلا بيراميدز، احنا كنا متعادلين مع بيراميدز، كنا كسبانين بيراميدز في الدقيقه 96، بنتعادل في الدقيقه 96 وثانيه فاهم بالظبط. بنخسر 3 بونت، الانتاج المفروض منه 1 وبنضيع ضربه جزاء ونتعادل 0-0. ماتشات بنات كتيره ضاعت بطريقه غير مبرره. المصري جاب جون واحنا طول الماتش في الست ارضى في عند المصري بنضيع فرص بشكل غريب. لكن هي لما تجيلك الفرصه والدنيا تمشي معاك والتوفيق لازمك، لازم تدوس وتعرف ايه اسباب التوفيق وتحافظ عليها. طيب مركز طلائع الجيش دلوقتي في الدوري يا عمرو مركز ال 13، هل شايف ان ده مركز يليق بالامكانيات الموجوده في الملاعبين؟ لا، احنا الخبرات اللي في الفرقه ميركل ان احنا ده مركز ما يليقش يبقى ثاني لعيبه موجوده. انت النهارده كنت بتلعب 11 لعيب، في 11 لعيب زيهم بره بالظبط ما يليقوش الامكانيات، وفي ناس بره السكور. انت متخيل ان بره السكور عندنا اسامي تقيله، عندنا كابوريا وداوده وابو بكر زياره، وعندنا احمد تامر مصاب واحمد علاء ربنا يشفيه، وعلى الدكه في كريم طارق وفي تالا وفي يعني وكريم ممدوح. لا عندنا اسامي كتير تقيله في الفرقه سهل. فما ينفعش، لكن لازم الخطوه الجايه هي اصلاح للي احنا عملناه الفتره اللي فاتت. يعني في 3-4 ماتشات اللي جايين دول اصلاح للي احنا عملناه للفتره اللي فاتت، بعد كده نفكر ان احنا لازم نفنش او نبقى في مكان معين انت فاهم؟ بالظبط. لكن هتسبق الاحداث وتحط نفسك في مكانه انت لسه ما زرعتلهاش حاجه او ما عملتلهاش حاجه، برضه الامور مش هتمشي معاك زي ما انت عايز. طيب. لكن احنا قلنا ان احنا نفنش في وسط الناس. والدور الثاني هيبقى لينا شكل ثاني ولينا فكر ثاني. اهداف عمرو جمال على المستوى الفردي، اهدافك ايه خلال الفتره اللي جايه المرحله اللي جايه مثلا؟ يعني بعض بيتكلم على عوده للنادي الاهلي، عروض اخرى، المنتخب كمان بتفكر ولا لا؟ انا منتخب، نفسي ابقى موجود في المنتخب طبعا. يعني كان نفسي ان انا ابقى موجود الماتشين الجايين، ابقى موجود بنفس الشكل اللي انا كنت موجود فيه، وابقى قريب من المنتخب، ويبقى تفكير كابتن حسام ان انا موجود، خصوصا ان انا لعيب دولي ومش غريب عن المنتخب. كابتن حسام بيقتنع بيك جامد كمان يعني. انا يعني الحمد لله كابتن حسام عارف امكانيات عمرو كويسه، وعارف ان عمرو لما بيعود لشكله بيبقى شكله مختلف والحمد لله. طبعا الرغبه الاولى ان انا ارجع للناديه والنادي الاهلي، ودي رغبه انا مش هتنزل عليها ان شاء الله بكل المجهود باذن الله السنه دي من خلال فرقتي ومن خلال الزمايل اللي يساعدوني، وانا اقدر اساعدهم واشتغل بشكل مميز يخلي النادي الاهلي ان شاء الله ابقى موجود وابقى موجود بقوه باذن الله. متارجت كام هدف في بطوله الدوري السنه دي يا عمرو؟ مش متارجت والله يا ميري، يعني انا مش حاطط، انا الدور الاولاني اتسرعت، لكن انا الدور الثاني هحاول احط تركيزي من خلال الفرقه ان انا اعرف اعمل مجهود كويس وشغل كويس
يترجم الاهداف، ان يترجم الاهداف من عند ربنا. لكن انا اللي انا ممكن اوعدك بيه ان انا مش هبخل باي حاجه الفتره الجايه. كويس كويس. طيب بالتحديد عايز اسالك بقى سؤال اخير، والتواصل ما بينك وبين لاعبي النادي الاهلي، مين الاقرب ليك واللي بتتواصل معاه لحد دلوقتي؟ انا بكلم الناس كلها يعني. كويس. بكلم لغايه امبارح كنت بكلم كابتن عاشور وكابتن احمد فتحي، بكلم محمد هاني، بكلم حسين قبل ما بتمنى له التوفيق مع صفاق في التونسي، بكلمت ناس كتير، بكلم ناس كتير يعني. انا بتواصل مع حمدي فتحي. كويس. عشان ما انساش، مع عصام سمير، مع كريم ادريس، انا بتواصل مع الناس كلها، مع ازارو، مع معلول. لا انا بتواصل يعني يعتبر مع معظم الفرقه. وبتمنى لهم التوفيق والفتره اللي راح ليهم، على الفتره المميزه اللي بيعيشوها والحاله الجيده والتركيز والاستقرار اللي عملوه لهم مجلس الاداره والجهاز الفني الجديد. حاجه مميزه، وانا من دلوقتي ببقى فرحان لما اشوف الفرقه كده. وبتمنى لهم ان السنه دي يعني تبقى سنه مميزه. قادرين ياخدوا افريقيا يا عمرو؟ انا يعني ما فيش فرصه احسن من كده واستقرار احسن من كده. كويس. مجلس الاداره عمل كل حاجه بقياده كابتن خطيب والاعضاء الناس المحترمه وانا شايف ان الجهاز الفني عامل بصمه يعني بصمه قويه يعني. الفتره اللي فاتت يعني اخر جهاز فني كان عامل ارقام، اعتقد كان جهاز الكابتن حسام البدري. كويس. عامل ارقام مميزه، والنهارده بنشهد برضه ارقام مميزه مع الراجل مع مستر فايلر. بتمنى لهم ان هم يوصلوا، وبتمنى لهم التوفيق، لان لو التوفيق معاهم ما حدش هيقف قدامهم ان شاء الله، وهتبقى افريقيا في نفس السنه. اخيرا رساله لجمهور الاهلي يا عمرو. رساله الجمهور ان شاء الله يقفوا قدام يعني مع فرقتهم باذن الله في بطوله افريقيا. وهم هيبقوا رقم واحد والسبب الرئيسي في مكسبنا في بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. وبتمنى لهم ان هم يبقوا متابعين السنه دي، وان شاء الله بقى في رغبه كبيره ان شاء الله باذن الله مع فرقتي ان شاء الله السنه الجايه. ان شاء الله باذن الله. يا عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا. النجم الكبير عمرو جمال لاعب النادي الاهلي المعار لفريق طلع الجيش، واللي بيتالق مؤخرا مع فريق طلع الجيش، نتمنى له دايما التوفيق، وان شاء الله يعود للنادي الاهلي يكون متالق ويساهم في بطولات جديده مع النادي الاهلي بخلاف البطولات اللي هو ساهم فيها قبل كده.